بسم الله، النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض نتعرف على برنامج السينما 4D. ان شاء الله اتمنى ان هو ما يكونش دروس تعليميه، لا ده انت برنامج هتسعد بيه وهتشتغل عليه وانت مستمتع بيه. برنامج سهل وبسيط وهيسهل عليك كتير قوي ان شاء الله في الشغل، وسهل تعلمه وسهل تشتغل بيه. تمام، طيب لو قلنا هنعمل حركه زمنيه بسيطه كده ازاي؟ عندي الشيت اللي تحت دوت، هو ده اللي بيتحكم في الزمن. تمام، لما باجي اقول له اشتغل ما فيش حاجه بتتحرك. ليه؟ لان انا ما اديتوش حركه. كلام منطقي. طيب لو انا عايز ابدا اديله حركه تلقائيه، عندي حاجه اسمها اوتو كين. يعني ايه؟ يعني هو اوتوماتيك، اول ما انا احرك حاجه في فريم معين هعتبر ده ماستر كي، والباقي هيبقى حاجه فرعيه منه. يعني مثلا هنا هقول له انا عندي العنصر ده هنا موجود في المكان الفلاني، هنا في ال20 ديت، الكلمه دي انا هعمل لها موف ماشي لهنا. هيعمل ايه بقى؟ هياخد المسار ده اساسي وده التاني، وبينهم هيبدأ يعمل فريمات فرعية على اساس ان الحركة تبقى مرنة شوية. تمام، وده الفكرة في افلام الكرتون. هو لو حاول يعملها كل فريم يقعد يرسمه هياخد وقت كتير قوي قوي منه. كان ده بتعمل زمان يدوي، بس انت كان في الثانية الواحدة بيضطر يرسم 25 فريم اللي هو بالنظام المصري، او بالنظام الامريكي كان بيضطر يعمل 32 فريم، فده كان بياخد شغل كتير قوي منه. هو دلوقتي بيضطر بيعمل اساسي وفرعي، بيعمل الفريم الاساسي والفريم الاساسي والفرع اوتوماتيك بتعمل. تمام، زمان كانوا في مساعدين يديله الرسمه للمساعدين ويبداوا هم يعملوا حاجات فرعيه. طيب هاجي هنا اقول له ده اديله مثلا حركه كمان هنا اهو، جيت هنا اقول له ان الهولي كده واديله سكيل. تمام، طيب لما تيجي تبص ده المؤشر ده بتاع الحركه، ممكن احركه كده. تعال نتفرج على شكل الحركه، بس خلينا نمسك اخر فريم اللي هو دوت، اقول له ايه صغره لي شويه كمان، اديله شويه روتيت، اديله موف. تمام، طيب تعال نتفرج على الحركه، خدت بالك؟ تمام، طيب اقول له موف، اقول له دي انا مش عايزه يمشي كده، انا عايزه يمشي كده، ودي انا عايزه اغير المسار. فلما هيبقى يمشي هيمشي هو على المسار دوت، انا كده معايا المسار اللي بتحكم فيه، اقول له اخليه يمشي ناحيتي فيمشي ناحيتي، انا عايزه كده. فابدا اتحرك انا في المسار اللي هتحرك في الشكل. طبعا دي فكره بسيطه من خلالها تبدا تعمل اي حركه انت عايزها. تمام، طيب وتبدا تحرك في الفريمات، تقول له انا عايز اشوف الفريم اللي قبليه، الفريم اللي بعديه، عايز تبدا انت تديله الرقم هنا على طول، تبدا تديله الرقم وتقول له ابلاي، اسرع في الحركه. الاكس واي زد ده البوزيشن بتاعي، انا موجود فين دلوقتي، ده السايز، تقدر تكبر وتصغر زي ما انت عايز، تديله سايز، تديله روتيت. تمام، طيب لو انا ده اسمه لي اوت، الترتيب اللي احنا قلنا ده في الشكل الواجهه ده اسمه لي اوت. ممكن انا اكون عايز اغير اللي اوت، اقول له انا عايز اركز على الانيميشن، فبقول له لي اوت انيميشن. بيعمل ايه؟ بيبدا يظبط لي الحاجات الخاصه بالانيميشن. بقول له انا عايز بيئه العمل تكون بالشكل دوت، هو ده هنشرحها برضه. تمام، دي كلها حاجات بتسهل على الشغل. كل مثلا عايز اركز على الموديلنج، فيبدا يلغي الحاجات الخاصه باي حاجه تانية غير الموديلنج، ويخلي الموديلنج بس. فانا اقول له ستارت اب، ده الحاجه اللي احنا بنبتدي بيها ونبدأ نشتغل بيها. تمام، لو انت عايز تعمل ريندر باجي هنا، ده ريندر فيو بيبدأ يوريني شكل الريندر، ده ريندر تو بيكتشر فيو بيوديني البيكتشر فيو، ابدأ اشوف شكل الريندر وبيحتفظ بكذا لقطة. يعني ده الهيستوري بتاعي لو انا عايز ارجع اللقطة قبل كده. تمام، كل حاجة ده هتشرح، بس احنا بس ايه يعني زي ما بتقول بنتعرف على البرنامج كده، بنشوف ايه الخصائص اللي فيه، بحيث يمكن إن شاء الله الناس تبدأ تكمل معانا في كورس ويعجبها إن شاء الله بإذن الله. تمام.